أكد الفنان مصطفى درويش مؤخرا تعافيه من فيروس كورونا بعد ما طلعت النتائج الأخيرة لتحاليله سلبية، وبالتالي التعافى من فيروس كورونا. الحقيقة كمان هو لفت إلى الرحلة الطويلة اللي كان أو يعني الصعبة اللي كان بيمر فيها خلال علاجه من فيروس كورونا، وقال إن من أكتر الأيام اللي مرت عليه صعبة جدا كان اليوم الرابع والخامس والسادس، ودي كانت الأشد قسوة، وبيقول إن هي يعني كانت أصعب مراحل مر بيها في حياته. وكمان بيأكد إنه العامل النفسي هو الأكثر تأثير على المريض إن هو يوصل للشفاء. كمان بيقول إنه في ناس اتصلت بيه من كل الدول العربية كانت بتطمن عليه وبتتواصل معاه بشكل كبير، غير كمان أصدقائه وعيلته، وإن هو كان منعزل بشكل كبير. وبيقول إنه مش صح إنه المريض ينعزل بشكل نفسي بعيد عن الناس، لا يتواصل معاهم حتى لو عن طريق التليفونات. وبيقول كمان مكالمة المريض من جبر الخواطر، وبتفرق كتير قوي مع المرضى، ومهم جدا الطاقة الإيجابية بالنسبة للمريض. أنا اتصبت بكورونا، الأعراض بتاعتي كانت الصداع والمغص وعدم التذوق وارتفاع درجة الحرارة، الحاجات دي كلها. يا جماعة المرض ده بيتلخص في ثلاث حاجات. أول حاجة المرض الجسماني، فأنت لازم تبقى تحافظ على الفيتامينز والمالتي فيتامينز والدواء والمضادات الحيوية اللي بتاخدها صح. يعني لازم تخلي بالك من حرارتك، حرارتك جامدة اجري خد شاور بسرعة ساقع، يعني ما تتهملش في الحرارة. تاني حاجة العامل النفسي، الناس بقت بتخاف من اللي عنده كورونا أو بتقلق منه. ده أول حاجة أنا فكرت فيها أول ما اكتشفت إن أنا خلاص هبقى مريض كورونا. قبل ما اكتب البوست بتاع الناس تخلي بالها، انا فكرت في الناس دي، فقلت طيب انا لو كتبت انا عندي كورونا او قلت لهم عندي كورونا فانا ممكن ما اشتغلش. ده حقيقي والله، يعني ممكن ما اشتغلش، الناس تخاف مني، ما اعرفش اشتغل حياتي تاني، ما اعرفش اتعامل طبيعي تاني، انزل شغلي واشوف ناس فقلت بس يعني حرام ان انا لو شلت ذنب حد مات، يعني هتبقى صعبه جدا ان انا شلت ذنب حد مات، ده هتبقى تقيله عليا يعني. فقلت خلاص بقى انا هكتبها واللي يحصل يحصل.